لأول مرة في تاريخ الخوخة منذ تحريرها شهدت المدينة مهرجانا عيديا مسائيا لثلاث ليال متتالية تحت شعار عيدنا خوخة بجهود شبابية جبارة وبرعاية محافظ محافظة الحديدة الحسن طاهر. أجواء في غاية الجمال كللها المشاركون بتفاعلهم الكبير كون هذا المهرجان جاء في لحظة تحتاج إليها الخوخة العاصمة الإدارية المؤقتة لمحافظة الحديدة والمكتظة بالسكان الوافدين إليها من كافة مديريات وقرى المحافظة. نشكر هذا المهرجان ونشكر القائمين عليه، سعدنا جدا بحضوره إحنا والأطفال واستمتعنا بهذا العيد، استمتعنا بهذا المهرجان، كان مهرجان حلو رائع جدا جدا. السعادة تملأ المكان وتكلل وجوه الحاضرين والحاضرات حيث أقبلت الجماهير المتعطشة للفرح والتي وجدت في عيدنا خوخة مساحة كبيرة للثقافة والمرح والمتعة بعيدا عن ضجيج الحرب وآلامها وخروجا عن القالب العيدي القديم المعروف في الخوخة. لمسنا إقبالا شديدا من قبل المواطنين حيث أنهم توافدوا علينا بالمئات، بل ازدحم بهم المكان، وبفضل الله عز وجل أيضا كان هناك لمسنا الفرح والسرور، لمسنا الرضا من قبلهم، بل أنهم كانوا يطالبوننا بأن نواصل المبادرة وأن نواصل الاحتفالات أياما وأياما أيضا، إلا أن قلنا لهم ها هنا نحط الرحال وانتهت المبادرة، على أن تتكرر هذه المبادرة بإذن الله عز وجل في مناسبات قادمة إن شاء الله قريب. منذ انطلاق المهرجان والأسئلة تطرح وتوزع على إثرها الجوائز التي تشارك فيها الجميع من سلطة محلية بالمحافظة إلى المحلات الغذائية ومحلات الملابس والإكسسوارات ومحلات الفواكه والعصائر، إضافة إلى المنح العلاجية المتكاملة في المستشفيات الخاصة بالخوخة حتى الليلة الأخيرة والتي أعلن فيها المهرجان عن أكبر جوائزه وأعظمها والبالغ قيمتها قرابة 5 ملايين ريال من خلال تقديم المنح الدراسية المقدمة من معهد الشفاء الطبي والتي استحقها من حالفهم الحظ من خريجي وخريجات الثانوية العامة لدراسة دبلوم طبي في قسم التمريض والصيدلة والقبالة. كرسالة صريحة وسامية وجهها مهرجان عيدنا خوخة لدعاة الجهل بأن العلم باق والتعليم ضوء لا يمكن أن ينطفئ. حقيقة نجاح مهرجان عيدنا خوخة كان نجاحا مبهرا، والشكر للشباب المبدع الذي بادر بتبني مثل هذا المهرجان الفرائح في عيد الفطر المبارك، وهذا ليس بجديد ولا غريب على شبابنا. الأطفال أيضا كان لهم الحضور الأكبر وشاركوا في المهرجان بتقديم الأناشيد والإجابة على الأسئلة، وكان للموروث الشعبي التهامي حضوره المتفرد بتقديم الأغاني التهامية والرقصات الزرنوقية الأصيلة، وانتهى المهرجان بعد أن حلقت معه الأرواح في سماوات الدهشة ونقشت في ذاكرة الخوخة ذكرا لا يمكن أن تمحي. لقناة يمن شباب، حسن محمود، مديرية الخوخة محافظة الحديدة.